تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، قام معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يرافقه عدد من أصحاب السعادة الوزراء بزيارة مشروع مدينة شرق سترة الإسكالي. وقد شهد معالي حفل تسليم الدفعة الأولى من المواطنين مفاتيح وحداتهم السكنية إذانا بالتشغيل التدريجي للمدينة وتدشين أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المدينة. وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن ما شهدته المسيرة الإسكانية خلال 25 عاما الماضية من مكتسبات وإنجازات قد تحققت بفضل الرؤية الملكية السامية المرتكزة على توفير مقومات السكن اللائق والعيش الكريم للأسرة البحرينية، والذي تمت ترجمته من خلال بناء مدن إسكانية عصرية جديدة ومتكاملة المرافق والخدمات، فضلا عن تطوير الخدمات التمويلية وتعزيز برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت معاليه إلى أن القطاع الإسكاني تمكن خلال حقبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته أيده الله مقاليد الحكم من تحقيق العديد من الإنجازات التي تمثل قصة نجاح في تلبية المتطلبات الإسكانية للمواطنين بجودة وكفاءة عاليتين، ويأتي في مقدمتها تنفيذ توجيه جلالته حفظه الله ورعاه لتوفير 40,000 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة وبناء 5 مدن إسكانية في وقت متزامن وإطلاق برامج الشراكة مع القطاع الخاص والتي ساهمت في تقليص فترات انتظار الاستفادة من الخدمة الإسكانية. كما ثمن معاليه متابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإلاء قطاع السكن الاجتماعي أهمية قصوى في برنامج الحكومة 2023-2026 باعتباره من أبرز مقومات تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين. وخلال الزيارة تفضل معاليه بتدشين أعمال تنفيذ وحدات المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء 531 وحدة سكنية، موجها معاليه لزيادة وتيرة العمل في تنفيذ الوحدات بما يكفل سرعة تسليمها للمواطنين الحاصلين على شهادات الاستحقاق، ومثنيا في هذا الصدد على جهود فريق البحرين القائم على تنفيذ المشروع والتي أسفرت عن الانتهاء من تنفيذ 1077 وحدة سكنية في المرحلة الأولى. كما قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتفقد المدينة والاطلاع على مرافقها، كما استمع إلى شرح عن الأعمال الإنشائية الجارية في المشروع. بعدها تفقد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إحدى الوحدات النموذجية التي أنشئت ضمن أعمال المرحلة الأولى للمشروع.
عقب ذلك قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتسليم الدفعة الأولى من المواطنين مفاتيح وحداتهم السكنية، معربا بهذه المناسبة لجميع المستفيدين عن أطيب التهاني والتبريكات، وسائلا المولى العلي القدير أن يجعلها منازل مباركة وعامرة بأهلها. من جانبها أعربت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن سعادتها بتشريف معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة لمشروع مدينة شرق سطر الإسكاني، وتفضل معاليه بتدشين أعمال تنفيذ المرحلة الثانية للوحدات السكنية بالمدينة، إلى جانب تسليم الدفعة الأولى من المواطنين مفاتيح وحداتهم السكنية. وقالت الوزيرة الرميحي إن تزامن الاحتفاء بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاماً لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم مع بدء تسكين المواطنين في المرحلة الأولى من المشروع وتشغيل المدينة تدريجياً يؤكد ما كان ولا يزال يحظى به قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين من دعم ومساندة واهتمام من لدن جلالته أيده الله، لتقف هذه المدينة الجديدة كصرح وشاهد على المنجزات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لجلالته أيده الله. واستذكرت سعادتها تفضل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المدينة في وقت سابق من ديسمبر المنصرم في لفتة كريمة من سموه تجسد حرص الحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات وتطويرها بشكل مستدام. وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن مشروع شرق سترة الإسكاني يعد نموذجا لمدينة متكاملة تتوافر بها كافة مقومات جودة الحياة من وحدات سكنية ومناطق خضراء وشبكات طرق رئيسية وفرعية متطورة. وأعلنت سعادتها أن الوزارة قد أعدت برنامجا زمنيا لتسليم مفاتيح الوحدات للمواطنين بعد انتهاء المستفيدين من إجراءات السحب الإلكتروني وتسليم العقود، على يتم تسليم جميع الوحدات السكنية للمستفيدين ضمن أعمال المرحلة الأولى قبل نهاية مايو 2024.
افتتاح المرحلة الأولى اليوم من مدينة شرق سترة يجسد ما يلقاه الملف الإسكاني من مكانة ضمن أولويات برنامج الحكومة وتطلعاتها للمرحلة القادمة في تخصيص وتوزيع الوحدات الإسكانية في جميع المشاريع بما يتسق وتطلعات المواطنين. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نلتقي بهذا الجمع المبارك في مدينة شرق سترة بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاماً لتولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، حيث نشهد اليوم تسليم وحدات المرحلة الأولى بالمدينة وإعلان إطلاق المرحلة الثانية لتنفيذ الوحدات السكنية المقررة بها، رافعين أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر على تفضله اليوم بتشريف مدينة شرق سترة بالزيارة. إن إعلان بدء تسليم الوحدات السكنية في هذه المدينة الجديدة وبدء التشغيل الفعلي لها يعد إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة المكتسبات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. وكانت توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمثابة حجر الزاوية في تسريع وتيرة العمل وتوفير كافة مقومات السكن الملائم للمواطنين المقبلين على السكن بوحدات هذه المدينة، مثمنين هنا جهود جميع الوزارات والهيئات ذات الصلة التي ساهمت في دعم جهود توفير المرافق وخدمات البنية التحتية مما مهد لجهوزية المدينة للسكن. إن مشروع شرق سترة الإسكاني يعد نموذجاً لمدينة متكاملة تتوافر بها كافة مقومات جودة الحياة من وحدات سكنية ومناطق خضراء وشبكات طرق رئيسة وفرعية متطورة إلى جانب الواجهات البحرية والمسارات المخصصة لرياضة الدراجات الهوائية والمشاة. أحب أشكر الملك ورئيس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد والشيخ خالد بن عبد الله، وهذا يوم تاريخي أعتبره صراحة يوم فرحة إلي وإلى عيالي. مشكورين على الخدمة اليوم، ما قصرتون، فرحة طبعا اليوم. أشكر جلالة الملك، أشكر رئيس الوزراء، أشكر وزيرة الإسكان اليوم على حضور اليوم، ما قصرتون. نشكر سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تشريفه بتسليمنا مفاتيح الوحدة السكنية في مدينة شرق سترة، والحمد لله رب العالمين، وهذا يوم مبارك لنا ولأهالينا. طبعا دخلت الفرحة لنا من أول ما جانا أول اتصال والحمد لله رب العالمين. وطبعا المدينة كلش ممتازة وفيها جميع الخدمات، فيها أماكن ترفيهية، أماكن ألعاب، أماكن استراحة، والحمد لله رب العالمين. وهذا إن شاء الله يوم مبارك إلى الجميع ولأهالي سترة وللجيران إن شاء الله. شرفنا اليوم بحضور الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء على تسليم المفاتيح، وهي شعور ما تنوصف يعني وش نصفها يعني. أولا مبارك لأهالي سترة على المفاتيح، ومبارك للأهل، ومبارك لكل من حضر، ونشكر الملك ونشكر رئيس الوزراء ونشكر الحكومة ونشكر وزارة الإسكان. هذا وستتضمن المرحلة الثانية من المشروع تنفيذ العديد من المرافق الخدمية والتعليمية والصحية والتجارية، حيث يعد مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني أحد المشاريع الحيوية التي تضاف إلى سلسلة المشاريع التي تخطط الوزارة لتنفيذها في المملكة ضمن خطتها للسنوات الأربع المقبلة.